نوفمبر 12 ونص انتم هنا ضبط، او تردون هنا تناقشون عادي. تمام دكتور، تمام دكتور. دكتور طلاب عندي نبدي سؤال، جو، نبلش نحل؟ يلا اي شاف بلش مهندس، حل يلا تمام. بس خلينا انه نسوي سكرين. منو عنده الاسئله؟ انا سيف ما تقدر عندي انت اسئله. اي تسوي اقدر سكرين اقدر بس الشاشة، خل اي بس خل اريد الاسئله، ما ادز لك عندي اي انا بالزبط. عندي الاسئلة. تمام. اوكي دكتورة بنين عيني، نبلش احنا وياهم لو يحلون هم يعني بينهم ال 12 ونص. بكيفش دكتورة اللي عجبك يعني وقتين مثلا يعني انت شو تشوفين يعني نبلش وياهم لو نخليهم لحد ال 12، وخليهم ال 12 ونص يعني يتناقشون هم بالاسئلة، طلاب ايه تناقشوا بالاسئلة يعني شوفوا الاسئلة حتى بال 12 طبيعة ونص الأوبر نبلش وياكم احنا ان شاء الله. تمام. السلام عليكم دكتورة هدير. نعم دكتور، وعليكم السلام. انا هسه حكيت وياهم يفضل 12 ونص. تمام دكتور عيني، دكتورة التقييم لا تنسي قيميهم من 10، شوف كل طالب ايش قد يحصل من 10 ودزوا لي التقييم، كل طالب قدامه الدرجة. زين عن الدكتور بالبداية نشوف اسمائهم يعني اللي موجود ويانا اللي بس فاتح التسجيل وعايف التسجيل. لا هو دكتور ما راح تمتحنين طالب طالب، فاكيد راح تدزي لي كل طالب ودرجته، ومعناه هو هذا الحضور واللي شو. تمام ان شاء الله دكتور عيني، ماشي، ان ال شاء 12 الله ونص باشر وياهم. يعني ب 12 ونص مباشر وياهم. باشر وتناقش ويا طالب طالب. تمام ماشي، شكرا. ان شاء الله دكتور عيني. يلا طلاب عيني بلشوا، ترى هذا كله من وقتكم. تمام دكتورة، بس دقيقة. تمام دكتورة، يلا سلام. بس عباس شوف لي دني الأسئلة هن. دزيتهم اني. تمام. ايه هن دني الأسئلة بس يا صبح دني عم نطلعهم بالورك بوك. 120 120 تمام. إيه يعني دني تمام. صورة تمام يمكم. اي واضحة. بلش بالسؤال الأول. يلا تمام، يلا يعني بلش. ماشي تمام، نقول how are السؤال الأول how are the extracellular chemical signal recognizing other target cells، يعني كيف يتم التعرف على الإشارات الكيميائية اللي تكون خارج الخلية؟ احنا عندنا خلايا سيمون برين بمستقبلات السكر، فهاي المستقبلات شو راح تتعرف يعني على المواد الكيميائية، أو المواد الكيميائية شلون بالضبط راح تروح للمواد يعني الخلية المستهدفة، أو الخلية يعني تريد حالتها سواء أو مثلا حتى بتدمير مع الخلايا. فهنا نقول each cell recognize the signal molecule that fit the particular set of receptor protein process and ignores this for which it blocks receptor، يعني راح تتعرف الخلية على الجزيئات والإشارات اللي تناسب مجموعة معينة. عندنا كل ريسبتر عنده ليجند خاص، هذا الليجند يرتبط بهذا الريسبتر عن طريق إشارات معينة تصير بين الخلية والهدف وبين المادة الكيميائية، بحيث المادة الكيميائية تلتقي مباشرة من هذا الريسبتر، يعني ريسبتر محدد له، فيقول يعني تناسبها حسب مجموعة معينة من البروتينات الموجودة بالمستقبلات أو المستقبلات اللي تمتلكها، وتتجاهل اللي ما عدا هاي البروتينات المعينة اللي تتعرف عن طريق المادة الكيميائية، خلينا نقول اللي تجي لهاي الخلية المستهدفة. يعني إذا أحد فهم أو حد عنده توضيح بعد؟ لا واضح لا واضح. واضح تمام. عرفت أحل السؤال الثاني؟ يلا تمام. السؤال الثاني define the term ligand، يعني ده يريد أعرف شنو الليجند. الليجند هو small molecule that bind specifically to the receptor، يرتبط بالسايت مال receptor، ومن يسوي binding إلى produce activation of the receptor، راح يسوي لي activation وراح يعني يوصل السيجنال.
تمام عاش تيجي تشوف شيء بسيط. والسؤال الثالث راح احل اني يقول لك ديفايس ديفينيشن اوف ريسبتر. الريسبتر هو مولكيول ذات ريكوجنايز سبيسيفيك ليجند الفاميلي اوف ليجند. يعني عندنا الريسبتر هو عندنا نوعين من الريسبترات. النوع الاول هو يكون الاكسترا سيلولار على البلازما ممبرين ويكون يعني شلون نقول اللي يتاكتف مجموعه من الليجندات مثل الريسبتر مال الانسولين والجلوكاكون ومجموعاتهن. وعندنا ريسبترات تكون بالسيتوسول او بالسيتوسول او على النيوكلياي. طبعا عندنا ريسبترات تجود تكون اكتيفيشن المجموعه ثانيه للموليكيول والشغلات اللي هي تقدر شلون نقول لعدها البريميبلتي انه تدخل من البلازما ممبرين اللي مثل الليبيد وإيه مثل الليبيد. بس شنو والله مثل شنو اكو حد يتذكر؟ الانسولين. الانسولين على الخارج. لا هاي لايبو لايبوفيليك انسولين. لا انا اريد لايبو فوبيك. اللايبوفيليك هو يقدر فوبيك يقدر يدخل بسهوله بدون ابنفرين ممكن. اعتقد الابنفرين. تمام تمام اقرا لي بعده. الله تمام عاش ايدك. اول What are the similarities and difference between ligand binding sit on receptor and the active sit and the regularity sit in enzyme؟ هنا يقول شنو التشابه الاختلاف بين الاكتيف سيت والريجولاريتي سيت الموجوده بالانزيم يعني موجوده بالريسبتر. التشابه يعني اول نقطه باند انت at both receptor sit and enzyme sit is specific. يعني عندنا الباند قلنا الليجاند اذا ارتبط بالريسبتر هذا راح يكون شلون سبيسيفيك يعني شلون خاص مو اي ماده بترتبط. يعني كل ريسبتر راح يكون كل ريسبتر راح يحفز عمليه محدده مو اي عمليه يحدد يعني مو اي عمليه راح يحفزها. واضح؟ يعني مو اي سيجنال يستقبل اي اي كل ريسبتر. اوكي هنا النقطة الثانية يقول bond to both receptor and enzyme is most often reversible. هنا يقول يعني هذا الليجاند إذا ارتبط بالريسبتر ما راح يبقى مرتبط به راح يحفز العملية ويرجع يعني reversible. أدروني شوية reversible يعني شلون نقول راجع يقدر ينفصل وتنهي العملية. النقطة الثالثة يقول bond include confirmation change at and change in activity of molecules. يعني هذا الليجاند اذا ارتبط بالريسبتر ايش راح يسوي بيه؟ راح يسوي confirmation change. يعني شلون هسه ذكرنا بالمحاضره انه عندنا الالفا والبيتا راح تنفصل وبعدين لا راح ترجع ترتبط. فهاي هي يمثل يعني confirmation change. والاكتيفيتي اكيد هو ذا راح يرتبط ما راح يخليها خامله راح يحفز بس اكو ريسبتر راح يحفز بشكل كامل اكو لا. خلصنا من العتال. زين اقرأ السؤال الخامس لو اكو حد. لا ترى هو بمطلب ثاني هسه لازم differences. difference هاي مو كلش يعني فاهمه اللي يعرف خلي يجاوب. إذا ما أحد يعرف عادي منتج الدكتورة نسألها ونخليها نفتهم أكثر. أي صراحة لأن هو به تراكيز شوية يعني وما أدري عاد له تركيز واي أحد يوضحها يعني. تمام لا عرفوها أنا في الوضع الخامس ومن الدكاترة هم يفهمون عليها. تمام يلا أقرأ عن السؤال. منو حكى؟ يلا صدق يعني. لا يلا تحكي عن شرحت وانت بعدك. ها عبال ما شاركتي. يلا هسه السؤال الخامس. list as many cellular process as you can that involve cellular response. يعني يقول اذكر يعني عمليات تضمن يعني هاي من يجي يعني مثلا ليجاند او ستيمولايت يجي يرتبط بالريسبتر. يعني اذكر يعني عمليات يجي يعني عدد عمليات. اول شيء شو اسمه الليجاند اللي يجي يرتبط ممكن يكون هرمون يعني مثلا يعني مثلا هرمون الانسولين او مثلا يعني مثلا هرمون يعني هو هرمون يجي يرتبط بالريسبتر مالته. او ممكن هذا الليجاند يكون نيورو ترانسميتر مثل استايل كولين
اللي هو يعني ناقل عصبي، او ممكن يكون شو اسمه هذا الليجاند يكون شغلته يسيطر على التعبير الجيني، مثل الهرمونات الثيرويدية يعني والهرمونات الستيرويدية. او ولم اقاطعك شيرين، انت قلتي شنو معنى السؤال؟ شلون وضحتيه؟ حسب ما فهمت السؤال يقول اذكر شو اسمه البروسيس اللي دا تصير عندي لما يجي ليجاند يرتبط بريسبتر، يعني شنو هاي العملية مثلا الارتباط اللي راح يعني يعني هاي عمليات الارتباط، اما تكون الهدف منها مثلا انقسام، الهدف منها مثلا تحفيز، الهدف منها هيك ذا، ايه يعني ذا حد فهمها بطريقة ثانية خليه يقول هو هيك مضبوط. ايه اي صح، يعني الليجاند اللي راح يرتبط يقعد على الريسبتر مالته، هذا الليجاند ممكن يكون هرمون مثل هرمون الانسولين، وهاي ممكن يكون ناقل عصبي مثل يعني الاستايل كولين والادرينالين والادرينالين اللي اخذناهن، وممكن يكون يعني يسيطر على تعبير الجيني اللي هو مثل هرمونات الثايرويد اللي تي 3 وتي 4 وهرمونات الستيرويديه، وممكن يكون هاي بعد سيلولار ديليفري ما اعرف شو معناها. الليبيد، هاي ليبيد، هاي الليبيد، هذا ال دي اتش وال ذن اي اللي تسعة عشر اعتقد هاي اللي مالت اخذناها الكوليسترول والهاي اي بالمضبوط الكوليسترول وذني. اوكي، وبقت وحده اخر وحده ريليز اوف انترا سيلولار كالسيوم، هاي الصراحة ما اعرف شلون يعني شلون الميكانيزم مالتها، ما اعرفها. انا هم يعني مفتهمه بس يعني النيورو ترانسميتر اللي احنا ماخذيها والهرمونات هم ماخذيها، يعني شلون هرمون ويقدر ريسبتور مالته وهاي، وهم انا اميونو ريسبونس هم انا هاي يعني عندنا فكره عليها، انه مثلا من يجي فد يعني جروث فاكتور يعني بالمناعه والانفلاميشن وهاي السوالف، مثلا سايتوكاينيز او شيء هم انا من يقعد على ريسبتور مالته مثلا يجوز يحفز لي انقسام او يحفزها انه يصير بيها ماجريشن وهاي السوالف. اعتقد هيك شيء زين. هي هاي مال ريليز مال انتراسيلولار كالسيوم، هاي مو احنا كان عندنا من يصير اكشن بوتنشال نحتاج انه الكالسيوم يزيد، فبالتالي كل الستارز اللي موجوده عندنا تطرح كالسيوم، معقوله هو قصده؟ هو بهاي الحاله المفروض هو هيك شيء، بس هنا شنو يعني الريسبتر والميكانيزم مال الريسبتر تجي تقعد، وهاي احنا ما فهميها. ايش شويه السؤال على التروبونين، يعني هذا الريسبتر اللي اخذناه ما اعتقد الاخيره موجود، هو اكو ريسبتر، اكو ريسبتر هنا، هو شلون يحفز شلون اكو ريسبتر راح يدخل للخليه من يصير عندي اكشن بوتنشال، بس هذا بالكاردياك فقط لان هنا عندنا الكالسيوم. اي هو ريسبتر يطلعه من الساكرو اندوبلازميك، اي بس ناسي اسمه شنو، بس يعني موجود. هو احنا اخذنا اعتقد هذا الجزء الثاني من السيشن، اعتقد شيء اسمه رينيوم شيء ما ادري، بس هو اكو ريسبتر صح اتذكر، هنا اكو شو اسمه مخازن مات كالسيوم، اي ستارز هاي اثنين موجودين. يعني اعتقد بالريستنج الكالسيوم يختل بيها، بينما من يصير كونتراكشن او شيء يطلع الكالسيوم من هاي المخازن. بالضبط، بس خلنا ندور الريسبتر شو اسمه هسه شوف. بس شويه هو هذا السؤال يعني شويه بيه هواي معلومات تعرف شغلات ما فاهميها. راينو دين الريسبتر اسمه راينودين ريسبتر. تمام تمام راح هو شفت راينودين تمام. احنا المحاضرة الثانية اليوم اعطتنا اياها دكتورة نيران، فما قاريها يعني، فذني هن ذني يمكن من المحاضرة الثانية مو؟ لا 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 مذكورة هاي كالسيوم لكشر الثاني من السيشن الثاني. ايه تمام تمام يلا كانت كانت موجوده ترى بالجانكشن اللي عندنا هناك ماسكولون هيك شيء مذكوره يعني اخر محاضرات مو بالبدايه النيورو ماسكولر جانكشن. هو هذا السؤال اعتقد جامع يعني اكثر من الموضوع هيك شيء. السؤال السادس، اكو واحد يحله احلاني العباس حله دم. هنا شنو يقول ان سيلولار سيجنالينج وات ديفرنت
mechanism and receptor employ in transduce and extracellular chemical signal into intracellular event. هنا يقول شنو الاختلاف الميكانيكية اللي تنقل ميكانيكيات النقل خارج وداخل خارج وداخل الخلية. احنا عندنا موجودات موجودات بالملزمة انه هي تعتمد اولا ريليتيف امبيرميبل بلازما ممبرين، يعني يعتمد على البيرميبل مال البلازما ممبرين، هاي اول شيء. ثاني شيء ability to expel calcium across plasma membrane، الكالسيوم اللي ينطرده من البلازما ممبرين عن طريق two mechanism، calcium ATPase وال NA calcium exchanger. والثالثة الكالسيوم بفر اللي هي نفعله ويا مادة ثانية ونسوي خامل. الرابعة intracellular calcium stores، يعني الخزنة اما ريبيدلبل ونون رابيدلبل. ريزل لحظة، كيف راح تسأل لك شغل ثاني؟ ها؟ اي هو هنا مو يقال على الميكانيزم، اختلاف الميكانيزم. عباس يمكن تتحل بغير سؤال دقيق. شو اسمه؟ راح قلت لك شغل ثاني، هو هذا السؤال ليش شغلات الخلوية دا يحكي؟ هذا سيبتر. اوكي يلا ايه احتمال مخربط. وين وصلت؟ هذا نفس السؤال؟ ومو هذا جواب مال الممبرين باوند ريسبتر؟ باوند ريسبتر انتجرال شنو؟ ها هذا ما اعرف، اعتقد هذا ما موجود بالملزمة. حد عنده فكرة عليا؟ انا الصراحة ما عندي. انا بصراحة ما فهمته. عندنا السؤال الرابع الديفرنس، وهسه السؤال السادس لاني ما مفتهميه. شو اسمه؟ يقول لك الريسبتر، عندنا اكو ريسبتر ويا ايون شانل. مثلا هسه اللي يخطر ببالي مثلا عندنا بال يعني من شو اسمه من استايل كولين يجي مثلا يقعد على مات الريسبتر، مو قبل هاي الريسبتر راح يفتح قناه وراح يدخل الصوديوم. فشنو نوع الريسبتر هنا؟ ريسبتر ويا ايون شانل. ايه هو هذا الجواب يعني الصحيح. والثاني الثاني عندنا انه ريسبتر ويا انزيم، يعني يشتغل ويا انزيم. مثلا ريسبتر شلون يرتبط بماده، ومن يرتبط بماده راح يشتغل انزيم، مثلا انزيم كسر ماده هيك يعني معناها. كل الهستامين هنا زين، هنا هاي مال ماده هاي مو نفسها. مثلا عندنا جي بروتين من ارتباط الريسبتر راح فعل وراح ذاكر. ايه النقطة الثالثة هي جي بروتين. النوع الثالث اعتقد هو هم على جي بروتين، انه انا مو عندي ريسبتر ويا بروتين يشتغل. مثلا هاي بروتين ناقل ينقل مادة او ما اعرف، هو يعني ذن انواع ريسبترات. اكو ريسبتر ويا قناة، واكو ريسبتر ويا انزيم، واكو ريسبتر يشتغل ويا بروتين ناقل او هيك يعني. اي هو مثل ما وضحت انت النقطه الاولى يعني شلون يرتبط وتفتح هاي القناه. النقطه الاخيره يقول الفكتور يعني ويا شلون هسه من يرتبط بالجي بروتين، جي بروتين يحرر الفا على هذا مثالنا، والالفا راح تسوي الفكتور وراح يسوي لنا شنو ريسبونس. والنقطه الثانيه يعني راح يشترك وياها انزيم، يعني راح يصير اكتيفيتي وياثر يفرز ماده وراح يفتح هاي القناه. هسه مثلا عندنا انزيم عندي استايل كولين، مو من يشتغل يجي انزيم اللي هو استريز يحطمه، فهنا هم احتمال هذا انزيم يعني انا نشطته. ايه احتمال يجي. ليش ايش دخل التحطيم؟ مو شو اسمه، مو استايل كولين من يخلص شغله لازم يجي هذا الانزيم يحطمه، لان انا ما اريد يبقى داخل الخليه. ما توقع أنا ما أعتقد هيك، لأنه هو يقول لي إنه الريسبتر من ترتبط بالمادة أكو إنزيم لاخ راح يتحفز، مو إنزيم يحطمه. أي هو الإنزيم من راح يتحفز؟ من راح يتحفز الإنزيم راح يحطم المادة يعني تنشط. يلا العفو موضح لنا إياها. إيه يلا مشكلة. نحل السؤال
السؤال الأول. اوكي تمام تفضل. لو اكو احد يريد يحل. لا حلي. اوكي يقول لي what are the approximate calcium concentration of the extracellular fluid and the cytoplasm in resting cell, what is the concentration difference between intracellular and extracellular fluid. يعني دائما عندي الكونسنتريشن مال الكالسيوم بالانتراسيلولار وبالاكسترا. بالانترا يكون 10 أس سالب 3 مولاري، وبالانترا يكون 10 أس سالب 7 مولاري، يعني جوا يكون اقل من ما برا. ودا يقول لي شنو الفرق بيناتهم. الفرق هو انه الاكسترا سيلولار كونسنتريشن اوف ذا كالسيوم از يكون هاير من الانترا سيلولار بحوالي تقريبا 10,000 تايمز، يعني اكثر ب 10,000 مره. بس مو ماخذين هسه بمحاضرتنا اليوم امتحاننا فيها انه 20,000 او 200,000 بي بي بي، وهنا انا كاتب 10,000. بس صوتش مو واضح. احنا مو ماخذين بمحاضرة اليوم اعتقد، يعني محاضرة مال الامتحان مال اليوم، انه الفرق بين الكالسيوم داخل الخلية وخارج الخلية تقريبا 20,000 او 200,000، انا متأكدة من الرقم بس يعني مو 10. فأحد عنده توضيح ليش كاتب 10؟ باعي هاي دائما الارقام مثلا الاسس او هاي الارقام دائما تختلف، احد يجيبها من هيك مصدر احد من هيك، مو هو رايك يعني مسابق. يختلف مو احنا همشي عندنا الاكسترا سيلولار اكثر من الانترا سيلولار. اي بالضبط، 1 10 سالب 7 الارقام. اي 1 10 سالب 3. تمام تمام حلو هذا السؤال. لو اكو واحد يريد يشارك تحلت لو اني كنت شاركت هواي. تفضل يلا تفضل زين. يقول لي how is the concentration different maintained. زين هو احنا ايش عندنا هسه هنا اللي عندنا انه احنا عندنا يعني ريسبتورات، فانه من تجي يعني الليجند ويا الريسبتور يعني سمول مولكيولز من تسوي باندنج ويا ريسبتور، هي لو تسوي له اكتيفيشن لو تسوي له شنو انهيبيشن، فبالتالي انه لا راح تطلع انه شو يسموها يعني ما يعني انه راح تسوي هي المينتينج انه باي انهيبيشن والاكتيفيشن من تسوي لي انه بايندنج ويا الريسبتورز. تمام واضح. اذا احد بعد يريد يقول هنا او انا اوضح عندي هو سهل ما بيشي يعني دايركت السؤال. تمام سؤال ثالث حلاني تفضل. يقول لك باي وات جنرال ميكانيزم كان الكالسيوم ات بي اليفيتد، جيف ان اكزامبل اوف ايتش ميكانيزم. يقول لك بشنو الميكانيزم انت اللي تقدر تصعد بيها مستوى الكالسيوم. طبعا نصعد الانترا سيلولار لان احنا ندري الكالسيوم اللي هو اكثر اكسترا سيلولار. عندنا ثلاث ميكانيزمات، اول وحده هي الكالسيوم انفلوكس اكروس ذا سيل ممبرين، وهنا شنو الكانال عندنا. الكانال عندنا هنا طبعا هي فولتج شانل، كل اثنين نعرف بالكاردياك ماسلز اول شيء من يجينا اكشن بوتنشال يحفز لنا الان اي كانالز يصير دي بولاريزيشن بدي ورا دي بولاريزيشن يعني ما اروح عميق على واكتف لنا الكالسيوم شانل على مود يصير كونتراكشن عندنا بالهارت ماسلز. هاي وحده. اثنين احنا بعد نريد نزيده اكثر شاح من يصير عندنا هاي يعني من يدخل عندنا كالسيوم راح تتحفز لنا بعد يعني تو ميكانيزم. الاولى الريليز فروم رابيدلي ريليزابل اللي هي جي بروتين كبالت ريسبتر، هنا من الساكرون بلازميك ريتيكولم راح يتحرر لنا الكالسيوم. والثالثه هي اللي هي ريليز فروم نون ريبيدلي ريزابل، يعني هاي هنا على شلون نقول اللونج تايم بيريود راح يتحرر لنا الكالسيوم من الميتوكوندريا. هنا ذن ثلاث طرق. اكو حد عنده سؤال او توضيح اكثر؟ لا واضحات. تمام احلى السؤال اللي بعده لو اكو احد. والله مثل احمد قال هنا الكالسيوم اللي راح من الميتوكوندريا ليش يكون يعني نون رابيدلي؟ من السبب ليش يكون نون رابيدلي؟ انا اقول لك لان هاي العمليه نون رابيدلي يعني مو سريعه، قصده يعني العمليه تطول يلا تحرر بيها الكالسيوم، مو مثل السكروبلازميك بسرعه راح يحررها وراح يساعدنا بتقلص والريلاكسيشن.
الميتوكوندريا راح تدخل تفاعلات يعني شويه طويله وتاخذ وقت، بالضبط يسموه نون رابد لوك، تحتاج ميدييتر والميدييتر تشتغل وهاي يلا تطلع الكالسيوم، بينما اللي ساكر عنده بلازم كريتاكيلوم قبل يسوي اكتيفيشن لتجي بروتين ويطلع لنا الكالسيوم يعني الانتراسيلولار. بس تقدر تقول شوف هنا بالميتوكوندريا طب بسلسله من التفاعلات بها ميدييتر ويعني فد سلسلة من التفاعلات كلش طويلة يلا طلع لنا الكالسيوم. صراحة الميكانيزم مال التفاعلات هاي ما اعرفها ولا اتوقع يشرحوا لنا اياها، بينما بال اي بينما بال بالساكرو يعني بالساكرو اندوبلازم كريتيكولم اللي هو ربد لي ريليزابول هنا قبل من راح يدخل لنا عندنا الكالسيوم من اول شيء بالنفلوكس اكروز ذا بلازما ممبرين، راح يزيد عندنا نسبة بسيطة بالانتراسيلولار. من زادت هاي نسبة بسيطة مع الكالسيوم راح سوي اكتيفيشن المن للي هو هسه هذا الثاني اللي هو ربد ريزابول، فهنا من قبل راح يسوي اكتيفيشن للجي بروتين، واحنا من ساعة اخذنا الميكانيزم مال جي بروتين قبل، بس اكتيفيشن يتحول من الاي دي بي للاي تي بي ويسوي لنا ريزابول للكالسيوم. ها تمام لو اعيد بعد؟ تمام. لا واضح. لا تمام واضح. تمام بس ارفع سلايد. وصلنا الرابع ولا الخامس؟ الرابع اتوقع. وصلنا للرابع. اقرا. اوكي تفضل. السؤال الرابع يقول list some cellular events that are dependent on raised calcium، يعني انطيني بعض الاحداث اللي تصير بالخليه اللي هي تعتمد على الزياده مال تركيز الكالسيوم. عندنا البوليفريشن وعندنا السكريشن والنيوروترانسميشن، عندنا الميتابوليزم، عندنا الكونتراكشن، الابوبتوسيس والنكروسيس، هذول كلهم يعتمدون على زيادة تركيز الكالسيوم بالخلية. شيرين مو مساحة حليت هذيل أو يختلف؟ لا هذا غير واحد. أوكي تمام. يلا راح أحل السؤال الخامس. يعني هنا بيقول تأثير إيجابي وسلبي مو يعني ما الكالسيوم. هذا يقول يقول لما يعني ارتفاع الكالسيوم شنو الأحداث اللي راح تصير وهي اللي كاتب السربي أنا السؤال مات بروسس المختلفة اللي دا صير بين الريسبتر واللي يرتبط بيها. أوكي تمام. السؤال الخامس أحلي لو أكو واحد يريد يشارك. لا يلا حلا تفضل. يقول what what the function of calmodulin in transmitting calcium signal to cellular component. يقول شنو دور الكالمودولين بنقل الكالسيوم اي. فهنا الكالمودولين هو عبارة عن بروتين يعني موجود داخل الخلية، فاحنا الكالسيوم اذا ازداد بالخلية الكالسيوم راح يرتبط بالكالمودولين ويسوي لنا كومبلكس كالسيوم كالمودولين كومبلكس، فهذا الكومبلكس راح يرتبط باللي عندنا قناة اسمها الكالسيوم اي تي بيز راح يرتبط بها، ومن يرتبط راح يوفر طاقة حتى الكالسيوم يطلع خارج الخلية. واضح؟ أنا ما قرأت على الأجوبة، قرأت على المحاضرة فاهمة. واضح؟ هذا أبسط شيء. عباس قدرت أعيده بس تعيده؟ لا أعيد لي يا عباس. الكالمودولين هو عبارة عن بروتين موجود داخل الخلية، من يرتفع الكالسيوم داخل الخلية هذا الكالسيوم راح يرتبط بالكالمودولين، من يرتبط راح يسوي لنا كومبلكس، الكومبلكس يسمونه الكالسيوم كالمودولين كومبلكس، هذا راح يتحرك من للقناة الكالسيوم اي تي بيس، من راح يرتبط راح يوفر طاقة، الطاقة هاي يستخدمها حتى الكالسيوم المرتبط به يطلع خارج الخلية. تمام عاشت ايدك اكو اصوات يطلع بصوتي لو ماكو شيء صافي؟ لا زين صافي ما بيش. يعني السؤال اللي وراه عبارة عن رسم يعني فأنا ما فهمته، فأحد يفهمه لو أرفع يد الدكتور. صراحة حتى أنا ما فهمته يعني الرسم. تمام الدكتور أصلا يعني مرات الرسومات أكو ما مطلوبة، خلينا ننتظر الدكتور بيه. تمام
هنا يقول أحل هذا لو لا، بس مو كلش فاهمه. هو الصراحة أنا هم يعني شو ما أعرف إن هنا جواب أعتقد، يقول إنه المخازن مال السايكروبلازميك ريتيكولم شنو علاقتها، يعني شلون راح ترتبط ويا الممبرين ديبولاريزيشن. احنا مثل ما عرفنا اذا جانا ستيميوليشن راح يحفز القنوات ال ان اي والكالسيوم، الكالسيوم راح يدخل يعني من التشانل، راح يدخل مو نسبة كبيرة، راح يدخل يعني نسبة قليلة. هاي النسبة القليلة راح ترتبط، اكو ريسبتورات موجودة بالسايكروبلازميك ريتيكولم ستورج راح يرتبط ويدخل للسايكروبلازميك من خلال كالسيوم اي تي بيز. اذا دخل راح يحفز السايكروبلازميك ريتيكولر ستورج، تحرر هواي كالسيوم، يعني يدخل نسبة قليلة من الكالسيوم حتى تحرر نسبة كبيرة من الكالسيوم الموجودة بالسايكروبلازميك ستورج. ومن راح تطلع هاي النسبة راح يصير كونتراكشن، يعني احنا عندنا هنا ديبولاريزيشن. واضح لو اعيد؟ نعم الله عيد بسرعة شوية. اوكي، هنا من يصير عندنا الديبولاريزيشن، احنا نعرف اذا صار ديبولاريزيشن خاصه بالقلب راح يدخل كالسيوم. الكالسيوم هذا اذا دخل اكو نسبه مثلا غير كافيه حتى يتقلص القلب، فهذا راح يروح من السايكروبلازميك ستورز، هاي السايكروبلازم اللي تحتوي على الكالسيوم. من راح يدخل راح يحفزه تطلع هواي كالسيوم، يعني راح يسوي ريليز للكالسيوم الموجوده بداخل. هي عرفنا انه هي بيها كالسيوم هواي، فمن راح يدخل من راح تحرر الكالسيوم راح يصير الكوتراكشن. هي السايكوبلازم فتكولا مو مال عضلات المص الصلب، فهنا المص الصلب بده يحكي على مال هارت ايش عشان القلب اكيد هم بيه عضلات. الكالسيوم في عضلات قلبية، يعني هو ده اقول هذا ده يصير كونتراكشن. اي هاي العملية اكثر شيء يصير بالقلب، يعني نعرف انه هو ما راح يدخل كمية هواي مال الكالسيوم، فراح يحررها من الستور. تمام واضح. اكو واحد عنده معلومة ثانية؟ بس لبنية قبل شوي قالت انه كان شنو اسم ال RYR الاختصار مالته مال شنو الانزيم ذكرته قبل شوي بنية حكته، اكو حد يتذكره؟ موجود بالمحاضرة نسيته انا. ايه هاني نسيته. يلا اي واحد يفتح لنا محاضرة يشوف. راينودين ريسبتر انا قلته. راينودين؟ اي راينودين ريسبتر. عرفتيش؟ هو هذا مثل ما قلت لكم انه هذا راينوديوم من الكالسيوم راح يدخل يرتبط بيه، ما ذكرت هاي المعلومة. يلا كمل زين. هذا السؤال الثامن، رسم مو؟ اي رسم. اي الرسم احنا ما مطلوب منه مو؟ ما عندي دكتورة من واضحة بس هو على الأغلب يعني ننتظر هي توضح. رسم منتظرين الدكتورة إذا تقول مطلوبة أو لا. زين ندفع السؤال اللي وراه ونتأكد من الدكتورة وشوفها يعني. اوكي. هو بقى بس سؤال تازي على خير هذا. تمام. So, describe the change in الكال يعني الكونستريشن مال الكالسيوم in the cell يعني بالكارديك فنتكولار سيل during the cardiac cycle و how do the voltage sensitive calcium channels والكالسيوم induced calcium release و from the sacroplasmic reticulum والصوديوم كالسيوم exchange and the plasma membrane and sacroplasmic reticulum ATPs contribute this احنا ايش عندنا؟ عندنا يعني الفنتكولار بالكارديك فنتكولار ايش عندي؟ عندي سيستول عندي دايستول، مو صحيح لو لا؟ بالسيستول يكون الاكشن بوتنشال، يعني احنا ايش نحتاج؟ نحتاج شنو؟ يعني يدخل لنا الكالسيوم المن الاستيال، ف ايش حد ينفتح لنا يا جيتو يا جيتو يا جيت الفولتج سنسيتيف كالسيوم شانلز حتنفتح لنا، ليش عمود الكالسيوم يدخل والكالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز هميت حيكون بهاي اكتيفيتي. وعندي شنو الشانل مالت الكالسيوم عفوا الصوديوم الكالسيوم اكستشينج هميت شي يسموها تدخل لي كالسيوم واحد وتطلع لي
ثلاث صوديومات، يعني ثلاث 3 molecules of sodium. والبلازما membrane and sacroplasmic reticulum calcium ATPs، هاي اللي يطلع لي يطلع لي ذني يعني الكالسيوم حيكون شنو باللو اكتيفيتي. كل الغرض منه انه نزيد شنو التركيز الكالسيوم داخل الخليه. بالدايستول لازم احنا شي صار عندي، صار عندي ريبولاريزيشن، نطلع يعني نقلل دخول الكالسيوم. فالاول شيء الفولتج سنسيتيف كالسيوم شنو اعرف بيها حتى نسد الكالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز اشبيها حيكون باللو اكتيفيتي عمود ما الداخلي. وعندي شنو هنا الصوديوم كالسيوم اكستشينج تكون تشتغل بالعكس، انه تطلع لي كالسيوم وتدخل لي شو يسموها صوديوم. واحنا اليوم اخذنا انه يعني بالمحاضره اللي كان عندنا بيها كويز ايش قلنا، قلنا على انه الصوديوم كالسيوم اكستشينج هي شن، هي يعني الاكتيفيتي مالت هذا الشانل هي شنو، تكون يعني membrane potential dependent. واخذنا هذا وقلنا احنا حتى احنا بحاله الاسكيميا ايش بيها حتكون شغلها ريفيرس. ويبقى عندنا البلازما ممبرين والساركوبلازما كريتيكولام كالسيوم اي تي بيس هم حتكون بالهاي اكتيفيتي. فما ادري اذا كان الشرح واضح لو لا. لا كلش واضح تمام على جديده كان سيف. بس السؤال الثامن ايش في السؤال الثامن؟ انتوا قلتوا رسم هذا؟ شوف حسب الورك بوك الحلول، الحلول مالته بالورك بوك هو يحكي عن خلينا نقرا ونشوفه. يقول لك وات يعني ريفرنس تو ذا كونتريبيوشن اوف كالسيوم عفوا صوديوم كالسيوم اكستين تو كنترول الكالسيوم concentration of calcium built-in. What could be the consequence for calcium, يعني concentration of calcium in of the blood of membrane depolarization or raised intracellular sodium concentration. يعني هو ترى يعني ها واضح لو عندك معلومة. يعني هو ترى أنا قبل شوية شرحته، أنا قلت إنه هاي الشانل أنا قبل شوية قلت إذا انتبهت عليه قلت. واليوم إحنا بالكويز يعني أكيد قرأناها كنا إنه هاي الشانل شبيهة إنه هي membrane potential dependent. يعني شنو؟ يعني من بحالة resting cell إحنا شنو نريد؟ نريد نقلل النسبة الكالسيوم بالانتراسيلولار، يعني الكونستريشن اوف كالسيوم يعني بالانتراسيلولار كونستريشن اوف كالسيوم المفروض ايش بيكون لو هاي بحاله شنو الريستنج سيل. فاحنا هاي الشانل ايش حتشتغل؟ تقوم تطلع لي الكالسيوم وتدخل لي الصوديوم. احنا هذا الشيء متفقين يعني عليه قبل شوي انا شرحته. ويبقى شنو من الريدي يصير ديبولاريزيشن المفروض شنو الكالسيوم هو اللي يدخل عمود يصير لي ديبولاريزيشن، فتقوم تشتغل بالعكس. يعني هي الشان تعتمد على المبرين بوتنشيال، يعني شلون يعني نقدر نقول يعني البوتنشيال ديفرنس يعني اكروس السيل ممبرين تشتغل على هالاساس. طلاب عيني. نعم دكتورة. نعم دكتورة. يلا خلي نبلش نحل الأسئلة. نعم دكتورة. دكتورة بنين عيني موجودة ويانا حتى نبدي. نعم دكتورة موجودة تفضلي. يلا عيني نبلش وياهم. تمام. دكتورة إحنا كان عندنا كم سؤال يعني احتاج أنا بي أحد يوضحهم. تمام هسا بالبداية بلش وخن نحل الأسئلة دكتورة بنين لو نشوف أسئلتهم شنو. لا نحلها والسؤال اللي نواجهه نحله ويانا. تمام يلا طلاب بلشوا عيني. زين دكتورة هو طلعونا السؤال أول. دكتورة بنين نشوف يعني احنا نقول لهم يعني اسم طالب لو شلون يعني حتى نحل الأسئلة حتى نقيمهم. ايه اسم حتى ما حد ينظلم. يعني نبدأ بالتسلسل لو احنا نختار يعني اسم عشوائي.
براحتك، ما أعرف والله. يلا طلاب هسه طلعوا لي السؤال الأول. دكتور طالعين من السؤال الأول مو لا؟ أي موجود تمام. هسه لا أنا أختار، أريد سراج خالد. دكتورة بني عين سجلي الأسماء يمك حتى نعرف الطلاب، أي اسم يحل سجلي يمك. عيني دكتور سراج خالد. صفاء صلاح. عباس فاضل. نعم دكتور. دكتورة بنين بس سجلين الأسماء اللي ما موجودة هسه. أني السؤال الأول دعتهم ما موجودين. نعم دكتورة. نعم يلا يعني حل السؤال الأول. أي نعم. سلطنة. How are extracellular chemical signal recognized a target cell؟ يقول يعني شلون الكيميكال سيجنال يتم التعرف عليها من خلال التارجت سيل، التارجت تيشو. كل خليه عندها، كل خليه ريكوجنايز سنجل سيجنال مولكيولز تمام ذات فيت بارتيكولار سيت اوف ريسبتر بروتين. اوكي يعني كل خليه عندها ريسبتر يتعرف على اشاره معينه او عده اشارات او جروب من الاشارات. تمام أي. أحسن. و والله شنو بعد؟ إيه يا بس هيك يعني كل سيال مثلا للإنسولين أكو ريسبتر خاص للإنسولين، هذا الريسبتر يتعرف على الإنسولين يرتبط به ويسوي شغل على الخلية. أوكي والتعريف؟ شنو التعريف؟ Define the term. دكتور هذا سؤال ثاني على سؤال ثاني. ها تعريف الليجند. لا هاي هي تمام دكتور. السؤال الثاني تمام احسنت. السؤال الثاني يلا زيد بهاء. نعم دكتور الليجند هو بالعربي ولا انجليزي دكتور؟ اشرح لهم اياه عربي وبعدين لي يعني سولف لي بالانجليزي. تمام دكتور الليجند ايذر ترتبط بريسبتر معين راح نسميها الليجند، والليجند اللي عما يسمونه برودوس اكتيفيتي او ريسبتر، يعني اما يسوي لنا اكتيفيتي او يكون ريسبتر. يعني بالله اشرح لي اياه بالعربي، اريد توضح لي اياه عربي سولف يا شلون سولف لي اياه. دكتوره الليجند يعني هو المكان اللي اي ذر ترتبط بريسبتر معين او انا هو راح يسمينه الليجند. اوكي الطلاب يعني فاهمين؟ لو احد من عندكم بعد يعني يوضح لي اكثر لو هاي هي. لا دكتوره واضح فاهمين. تمام يلا هسه حولوا لنا السؤال اللي بعده. اريد جاوب دكتوره. دكتوره هل دكتوره اريد زينب محمد. نعم دكتوره يلا حليلي. الريسبتر مولكول ذات ريكوجنايز سبيسيفيكالي ليجند اور فاميلي اوف ليجند. دكتوره هو الريسبتر عباره عن جزيء بروتين يرتبط بالليجند ويتعرف عليه. دكتوره تمام نعم اي هو عباره عن جزيء بروتين يرتبط بالليجندات ويتعرف عليه. بعد واحد يعرف لي اياه. عارفه دكتوره يلا عندنا الريسبتر. الريسبتر هو عبارة عن ترانس ممبرين بروتين يكون موجود على يا أما يكون انترا سيلولار أو على السيل ممبرين أو يكون انترا سيلولار. هذا هو إنه تجي الليجند يرتبط به على مود يسوي لي اكتيفيشن ويؤدي الفعل مال السيجنال. تمام أحسنتي. بعد منو يلا ستحولون على السؤال اللي بعده. تمام دكتور السؤال الرابع احنا ما فهمنا واحد من الاسئله بدنا نسالكم. دكتور نعم دكتور السؤال الرابع يعني طويل فنقدر نقسمه انه شقين جوابه يعني
اوكي واحد من عندكم يجاوب لي اول شيء وبعدين الثاني يجاوب لي بعده. جاوب دكتوره. اوكي دكتور يعني قال هو يمكن اصلا ما موجود عندكم بالمحاضره. اي ما موجود بس ممكن يعني من الام جي دي يعني من الموديول مات العام نقدر انه نستنتج تقريبا. يلا هسه زيد اجاوب السيميلاريتي. يعني تعرفك تشرح لهم اياها للطلاب يعني شطره اذا انت تعرفهم تشرح لهم اياها هيك عشان تفهمهم اياها اريدك توصلهم الفكره. تمام ان شاء الله دكتوره ما عندي مشكله. دكتوره هو السؤال شيري بالاول انا ايش عندي؟ عندي ريسبتر سايت وعندي انزيم سايت. شنو الفرق بين الريسبتر والانزيم؟ اذا تتذكرون طلابنا انه العام احنا شو اخذنا انه الانزيم هاو تو يعني دو اتس فانكشن وعرفنا انه هو الانزيم همينات عنده يعني انه يجي عنده سايت انه بالسيال واذا تتذكرون يعني على ما اعتقد بماده الام جي دي يعني ومن يعني يجي يقعد بالسايت مالته هيك يعني عباره بسيطه انه يقوم يشتغل الانزيم والانزيم انه احنا عرفنا شنو باقتها عباره عن شنو كذا كلها احنا الامور ضبط. وش عندنا هسه؟ عندنا الريسبتر سايت. فهو الريسبتر سايت انه هو عندنا تقريبا هي مو انزيم. الريسبتر سايت هي احنا نعرف الريسبتر سايت هسه هي عباره عن مولكيولز همينه تجي تقعد يعني يقعد على انه يعني يجي المولكيول تقعد بالريسبتر مالتها وهمينه تسوي لي فانكشن معين. اثنين هن اكو بيهن يعني اختلاف بين الانزيم سايت وبين الريسبتر سايت. فهو بالسؤال يريد الفرق بين يعني السيميلاريتيز والديفرنس. فالسيميلاريتيز شنو؟ السيميلاريتيز احنا نفس ما هسه احنا سولفناها وهي يعني بشكل كلش بسيط انه اكو بوندينج سايت يعني اثنين هن سبيسيفيك. يعني شنو؟ يعني الانزيم والريسبتر يعني شلون نقدر نقول هو عباره عن بول اند سيركت. يعني شلون بول اند سيركت؟ يعني هسه انت يصير تدخل يعني فد يعني قابس مات كهرباء بمكان مو يعني ما يشبهه ما يدخل. يعني هو شيء سبيسيفيك يعني واحد يعني شكله مصنوع يعني المولكيولز مصنوعه على شكل الريسبتورز سايت وكذلك الانزيم مصنوع على شكل الانزيم سايت. فماكو انزيم اخر حيجي يقعد بمكان هذا الريسبتور يعني او سايت او الانزيم سايت. اثنين هنا سبيسيفيك يعني سبيسيفيك سايت فور سبيسيفيك ريسبتور اور انزيم. تمام مفتهمين هاي النقطه؟ واضح زين. ايش عندي احنا قلنا انه شنو قبل شويونه انه هو واحده من السيميلاريتيز همينات انه شنو ممكن تكون انه هي الـ يعني سبيسيفيك بالامر انه احنا مو قلنا انه هذا الريسبتر هو سبيسيفيك على هذا الانزيم مو اتفقنا هيك؟ يعني انه اكو شنو اكو فت شيب انه موجود وين موجود بالسايد. اثنين هن عندهن هذا الشيء اثنين هن عندهن هذا الشيء. تمام عيني؟ يعني يعني انه على مود هي قلت لكم هي بعباره بسيطه انه هي بول اند سكت واحده انه مكان ويدخل به ثاني يعني شيء الشيء زين. اثنين هن ممكن انه يكون بهن انه الـ يعني التفاعل هو ريفيرسبل. ممكن انه شنو يعني ريفيرسبل؟ يعني مجرد ما انه يعني يطلع الريسبتر يعني الريسبتر انه يصير بي بلوك او يعني 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 يخلص الاثنين هن خاصه الفانكشن مالتهن ويطلع يعني المولكيولز تطلع من الريسبتر مالته او انه الانزيم يطلع من الريسبتر السايت مالته انه ممكن انه ينتهي ويرجع انه هو ريفيرسبل. والكونفورميشنال انه تشينج والتشينج يعني يعني نقدر انه نقول شنو انه البايندينج باثنين هن قاعد يسوي لي انديوز بالكونفورميشنال تشينج and the change بالactivity بالتالي حيكون انه اكو فد change بالactivity. يعني شنو هنا أنا اللي اقصد به؟ يعني انه اذا انا ارتبطت بال يعني مالتي السايت مالكويلز ارتبطت بالريسبتر مالتها ايش حيسوي لي؟ حيسوي لي انه اختلاف بال يعني يسوي its do its function. يعني مثلا خل اضرب لكم مثال. على سبيل المثال اني اجى الادرينالين وارتبط بالريسبتر مالته
ويعني على سبيل المثال انه بال يعني بيتا 1 انه ريسبتورز ايش حيسوي لي؟ حيسوي لي انكريزنج بالكارديك عفوا بالهارت ريت. بس اذا انا مرتبط الادرينالين لسبب انه مثلا انا منطي بلوك لهذا الريسبتور فما راح يسوي لي هاي الفانكشن. كذلك الانزيم نفس الشيء. يعني ما ادري اذا الشرح فهمته او لا، يعني بقى اي سؤال يعني؟ لا واضح بلا معنى. يعني هسه فهمتوا له؟ اي دكتورة. تمام يلا هسه حولونا للسؤال اللي بعده. دكتورة حل السؤال الثاني. حلو دكتورة. يلا حلو. هسه منو يحله؟ دكتورة احنا هو سوى الديسكشن بالبداية، اذا اريد احد يحله غيري عادي مو مشكلة. يلا حله تخطينا ندام الى حله ونعبر على غير واحد. يلا ها يلا دكتور هاني. اي دكتور السؤال الخامس يقول لك last as many cellular processes as you can that involve in cellular receptor. قلنا ذكرنا عدد من العمليات اللي تصير بالسيلولار ريسبتر. عندنا اول شيء السيجنالينج باي اللي هي السيجنالينج باي هرمون او كيميكال ميدييتر. مثل شنو عندنا؟ عندنا مثلا الهرمونات تجي تسوينا بروسس، مثل عندنا الانسولين، مثل الانسولين عندنا هرمون الثايرويد. يعني هذا ون يعني هذا البروسس. عندنا النيورو ترانسميتر مثلا الاستالكولين من يجي بالساينابس ويسوي لنا اكتيفيشن للترانسميتر على مود اللي يسوي لنا الامبلس ترانسميشن. عندنا بعد السيلولار ديليفري. السيلولار ديليفري هنا يقصد به اللي هو الكنترول اوف اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الكنترول اوف كوليسترول والترانسفيرين. يعني الترانسفيرين هنا يقصد به الحديد بالهيموغلوبين وهاي السوالف مالته. بعد عندنا كنترول اوف جين اكسبريشن اللي هو هنا اتوقع دكتوره هنا ما حل ضابطها، بس هنا اتوقع كنترول يعني يعني بالامبريولوجي انه ما يخلي هنا هيك ريسبترات ما تخلي عندنا يصير ميوتيشن او هيك شيء. عندنا الريليز اوف انترا سيلولار كالسيوم ستورز. هنا ريسبترات مساعه قلناها انه من احنا عندنا يعني 3 واي بالكالسيوم ريليز. اول شيء الاكرودس يعني بلازما ممبرين بريميبلتي راح يسوي لنا اكتيفيشن للانتراسيلولار ستور. هناك فد ريسبتر يمكن ساعه ما ذكر اسمه بالمضبوط راينودين. هنا راينودين هذا ريسبتر يسوي لنا اكتيفيشن للساكرو اندوبلازميك ريتيكولم الميتوكوندريا على مود يسوي لنا يعني ريليز للانتراسيلولار كالسيوم. وعندنا بعد الامنيو يعني امنيو ريسبونس ذن الريسبترات يشتغلن مثل السيتوكاينيز اتوقع بالانفلاميشن وهيك شيء على مود تحفز لنا المايكروفاج النيتروفيلز بالبروسس مال الانفلاميشن. عندك دكتور عدي اضافه شيء اي سؤال؟ تمام احسنت ممتاز. بعد اذا واحد عنده اضافه للجواب مالته هو جوابه ممتاز يعني عاشت ايدك دكتور. يلا عند بعد حاول السؤال دكتورة. يلا انا وحده ما يعني ما سالتها تجاوبني. يلا زينب رحيم. نعم دكتورة السؤال اللي يقول في ال عند السيلولار سيجنال what different mechanism do receptors embody to transduct and intracellular chemical signal into an intracellular event. يعني هناش دايري يقول في الإشارات الخلوية يعني شنو هي الآليات المختلفة اللي تستخدمها المستقبلات حتى تحول الإشارات الخلوية. إحنا عندنا إشارات خلوية تجينا عن طريق مثل مادة كيميائية سواء دراج أو أي مادة كيميائية. أي مادة كيميائية المفروض تنتقل من خارج الخلية إلى داخل الخلية عن طريق الريسبترات. أود يقول شنو يعني شنو هاي الحدث اللي يصير يعني واللي ينقل من خارج المواد الكيميائية أو الإشارات من خارج الخلية إلى داخل الخلية. فإحنا شنو نقول؟ الجواب ما تش حيقول حيقول إنه هو من برين باوند ريسبتر وذ إنتجرال أيون كان عندنا مستقبلات. هاي مستقبلات مرتبطة بالغشاء
هاي مستقبلات عبارة عن يعني مثل خلينا نقول أيونية، مستقبلات أيونية أو قنوات أيونية متكاملة. هاي عن طريق ارتباط مادة، أعتقد مثلاً أستايفولين، فراح تنتفع هاي القنوات الأيونية تدخل المادة من خارج الخلية إلى داخل الخلية. تمام. النقطة الثانية شنو هو؟ Membrane boundary receptor with integral enzyme activate، اللي هي عبارة عن مستقبلات مرتبطة بالغشاء. هاي المستقبلات المرتبطة بالغشاء راح تنشط في الإنزيم معين أثناء ارتباط المادة من خارج الخلية داخل الخلية، وحصلت فعل معين عن طريق هذا الإنزيم. ممكن من ضمنها إنه أكو إنزيم يسوي تحليل أو إنزيم ينقل من حالة إلى حالة، يعني إحنا ما مستخدمين أعتقد هيك إنزيمات، بس هو يعني إنزيم راح يتنشط خلال عملية الارتباط المادة بالمستقبل. النقطة الثالثة هي membrane bound receptor which coupled to effector pro transduction protein، يعني عندنا مستقبلات مرتبطة بالغشاء. هاي المستقبلات راح تستجيب من خلال بروتينات، عندنا بروتينات احنا المادة ترتبط بالريسبتر، فهاي البروتينات اللي موجودة بالغشاء راح تستجيب لهاي المادة اللي هي يمكن اعتقد مثل integral protein او جي بروتين. جي بروتين، نعم نعم، عاشتي ديتش أحسنتي دكتور. بس النقطة الثانية عدى عليها سؤال، هي الممبرين بروتين ريسبتر with integral enzyme activity، هنا بالإنزيمات يقصد الإنزيمات الهستامين وجماعتها؟ شو جاوبي زينب رحيم؟ أعتقد أنه هو مو بالإنزيم، يعني هو إنزيم راح يتنشط داخل الخلية أثناء الارتباط، راح يسوي عمليات تحليل سواء أو عمليات ضغط يعني على المادة الكيميائية، هو إنزيم يتنشط عن طريق الارتباط مو ما أطلع له هذا يعني. دكتورة بس احنا افتهمناها على شنو مثلا من سالفة الجي بروتين من يتحفز راح ينتقل للألفا، ما راح تروح تحفز لنا غير إنزيم هناك، يعني هيك السالفة بالضبط دكتورة. بس هنا ده يعني ليجند يرتبط بريسبتر، من ارتبط بيه راح يحفز لي يسوي لي اكتيفيشن الانزيم لاخ. تمام يعني دكتور هو انا اقصد هذا الانزيم البرايمري يعني ماسنجر لو سكندري ماسنجر من يجاوب سكندري احنا كنا نجاوبكم اليوم، احنا نريد تقييم من عندكم، اريد واحد يجاوب. احنا قلنا ليجند من يرتبط هذا يصير برايمري، فبما انه مو ليجند اكتيفيشن فراح يكون سكند ماسنجر. تمام تمام عاشت يشتغل تمام. بعد دكتور شارك منو ما شارك حد؟ دكتورة بنين عيني شوفي لنا الأسماء واختاري لنا بعد واحد من الطلاب اللي ما مشاركين عدك مسجلتهم. زينب حميد ما شاركت، إذا تريد بس دكتورة قالينا what are the for calcium concentration of extracellular fluid and the cytoplasm in resting cell. أول شيء يريد الاختلاف بين تركيز الكالسيوم بخارج الخلية وداخل الخلية بالresting cell من تكون بحالة الراحة. تركيز الكالسيوم بالإكتراسيلولار يكون 10^3 مولاري، وبالإنتراسيلولار يكون تركيزه 10^7 مولاري. الدور يريد الاختلاف what is the concentration difference between intracellular and extracellular fluid، يريد الفرق بين التركيز داخل وخارج الخلية. الفرق يكون بالإكستراسيلولار يكون higher أعلى than من الإنتراسيلولار حوالي 10,000 times. تمام أحسنتي. السؤال اللي بعده دكتورة جاوبي ثاني حلوني جاوبي يعني انت ما نعم دكتورة عباس منصور ماجد ها منو عباس منصور لو ماجد دكتورة منو أنا لو عباس ماجد إذا تريد حل عادي حل أنا حل ورا لا كيف. عباس ماجد عيني آسف أنك تساد الصوت نعم دكتورة يلا عيني حله دكتورة السؤال يريد الاختلاف بين التراكيز أو الاحتفال بين التراكيز دكتورة عندنا أربع طرق الطريقة الأولى the relative imparable of the plasma membrane هاي الأولى والطريقة الثانية القدر على طرد الكالسيوم عبر البلازما membrane using
كالسيوم اي تي بيز، والطريقه الثانيه او الشانل الثانيه صوديوم كالسيوم اكستشينج، وهذه طريقتين. والطريقه الثالثه كالسيوم بافر، والرابعه الانترا سيلولر كالسيوم ستورز. هذه طريقتين، يا اما الرابد ريليزابل او النون رابد ريليزابل، يعني طريق واحده سريعه واحده مو سريعه. تمام احسنت. حل لي بعد دكتور. لا لا دكتوره اني دكتوره وضحه. يلا وضح بس تكون يعني ما مسجل اسمك عد يعني ما دكتوره انا ما شاركت يعني مو وضحي لنا يا الطلاب بعد اكثر عيني. اوكي هسه هنا عندنا السؤال هو الثاني، يقول how the concentration difference maintained، يعني احنا نقول شلون نسيطر على التراكيز. نسيطر على التراكيز عن طريق relatively impermeability، هاي طبعا الطريقه الاولى relatively impermeability of the plasma membrane، يعني احنا عندنا بلازما ممبرين عندها impermeability يعني نفاذيه محدده لبعض الايونات تدخل، يعني مو كل ايون يجي ويدخل لا. الطريقه الثانيه the ability to expel الكالسيوم across the plasma membrane، هنا يعني شلون راح نخرج الكالسيوم لان يكون تركيزه داخل يعني حتى نوازن بين الاكسترا سيلولار والانتر سيلولار. عن طريق الكالسيوم اي تي بي ايز، وعن طريق الصوديوم كالسيوم اكستشينج. هذين القناتين هنا يساعدنا على شلون نوقف الكالسيوم كروس ذا بلازما ممبرين. الطريقه الثالثه طريق الكالسيوم بافرز، اللي هو الكالسيوم بافرز اذا يعني فري هيكون المارت الحركه تكون سلولي اكثر مما هو يكون مرتبط، يعني يسجل بروتينات معينه تسوي انيونيك فتخليه يتحرك بسرعه، وبالتالي نقدر نسيطر على الانتراسيلولر والاكستراسيلولر. احسنتي. الطريقه الرابعه هتكون عن طريق الانترسيلولر كالسيوم ستورز، عندنا تو ستورز اللي هي رابدلي ريليزابل ستورز والنون رابدلي ريليزابل ستورز. الرابدلي ريليزابل ستورز اللي هي تكون سريعه، والنون رابدلي مثل الميتوكوندريا. والرابدلي ريليزابل يعني مثل شنو؟ مثل من؟ يعني الطين مثل العادية؟ مثل عندنا الساكرو، الساكرو اندوبلازميك ريتيكولم طلعنا الكالسيوم يعني بسرعة. مو نفس سايتوبلازميك ريتيكولم. أحسنتي. أي مو نفس مثلا الميتوكوندريا لا تحتاج عن عدة تفاعلات وهاي فتكون نون رابدلي ريليزابل. الميتوكوندريا. أحسنتي. تمام. طلاب يعني فهمتوا هسه هاي هي؟ لو نحول على السؤال اللي بعده. دكتورة جواب سؤال راح لأنا. يلا جواب لي يا عباس. نعم دكتورة. يقول list some cellular events that are depend on rise of calcium. يريد لي يعني الأشياء اللي تصل من يرتفع تركيز الكالسيوم. دكتورة التركيز أول شيء يأثر على contraction of muscle والfertilization والproliferation والsecretion of يعني الإفرازات، وعندنا النيورو ترانسميشن، ويأثر أيضا على الميتابوليزم. دكتورة هو طفر السؤال الثالث راح قبل على الرابع، يعني احنا بقى دكتورة بقى السؤال الثالث احله انا ما شاركت يعني. يلا حلو سؤال حل. تمام حلي. السؤال الثالث يقول by what general mechanism can calcium be elevated, give example of each mechanism، يعني يقول لي عددين الميكانيزم اللي عن طريقه ممكن انه يرتفع الكالسيوم. تمام. عندنا ثلاث طرق. اول طريقه اللي هي calcium influx across the plasma membrane من خلال the voltage operated calcium channel، هاي عندنا اياها. والنقطه الثانيه اللي هي جي بروتين يصير عن طريق الرابيدلي ريليزابل اللي هو يصير عن طريق الجي بروتين كابلد ريسبتر. والطريقه الثالثه اللي هي كالسيوم ريليز فروم نون رابيدلي ريليزابل ستارز اللي هي تكون الميتوكوندريا، يعني هذول الثلاث طرق. تمام احسنتي. بعد طلاب بعده يلا بس يعني ما مشاركتي طلاب اللي ما مشاركين يجاوبون. يلا عيني دكتورة جاوبتي عن السؤال الرابع، ما أدري بالسؤال الثالث يعني طبعت عادي. يلا نعيده ما يخالف. دكتورة بنين عندي سجلتي عباس حمزة؟ نعم دكتورة دا أسجل. تمام دكتورة يلا عيني. الجواب الخامس تعيدي لهم إياه، عيدي لهم إياه السؤال، عيدي لهم إياه دكتورة. أنا عيدة لو عباس لا تعيدي لي يعني شيء مختصر. لا هو عباس يعيد. عباس بالله عيدنا يا أنت. يلا نعم دكتور. وانت حاولين السؤال اللي بعده.
الدكتور يريد اللي ليست السام سيلولار ايفنت ذات ار ديبند اون رايزد الكالسيوم، يعني الاحداث اذا اللي يصير من يرتفع تركيز الكالسيوم. تمام. الدكتور يأثر لي على الكونتراكشن اوف ماسل والميتابوليزم على عضو النيورو ترانسميشن والسكريشن والبرولاكريشن والفيرتلايزيشن. نعم، بعد احد عنده اضافه ويا يعني احد يضيف لنا بعد؟ وايضا الليرنينج يعني الميموري الذاكره او ال ايه نكروسيز. نعم نكروسيز هم دكتوره الابوبتوسيس والنكروسيز. ايه نعم نعم دكتور. نعم والكونتراكشن ميتابوليزم. يلا عين حولي لنا للسؤال اللي بعده. دكتورة what is the function of calmodulin transmitting the calcium signal of to cellular compounds. دكتورة الكالمودلين هو عبارة عن يعني بروتين راح يسوي نسنت للكالسيوم ليفل فراح ريليز سيجنال فيروس كالسيوم سنسيتيف انزيم يعني راح يرسل لي انه يعني عبارة يعني شلون اشارات تتحسس الكالسيوم فاذا صار انه انكريز بالكالسيوم راح يرتبط بند ويا الكالسيوم ايونز وراح يعني طلعها خارج الخلية فهو شنو يعني الفاكشن مالته مالتي بيورز انترسيلولار كالسيوم ريسبتر وراح اسوي لي كابرنج ماني كالسيوم ريجوليت بروسيس. تمام احسنتي. بعد احد عنده اضافه وياها؟ احد يشرح لي اياها بعد اكثر يعني؟ اشرح دكتوره السؤال الخامس. يلا اشرح لنا اياه. مشارك لو ما مشارك انت؟ لا ما مشارك. يلا هنا عندنا من الكالسيوم اللي زاد بداخل الخليه، عندنا هو بروتين كالموديولين موجود داخل الخليه، فالكالسيوم راح يزداد راح ترتبط الكالسيوم راح يرتبط ويا الكالموديولين يسوي لنا كومبلكس. الكومبلكس هذا راح يرجع يرتبط بالقناه الكالسيوم اي تي بيس ويوفرها طاقه حتى يطلع هذا الكالسيوم من خارج الخليه، يعني باعتبار ان الكالسيوم اي تي بيس هي اكتيف ترانسبورت فتحتاج طاقه وتطلع وهيك راح يقل نسبه الكالسيوم الموجوده داخل الخليه. تمام بس لحظة أريد زيد عماد جاوب لي بعد أكثر يعني أريدك توضح إياه هذا السؤال أكثر يعني للطلاب. دكتورة هذا الطالب شارك زيد عماد بس أريد أوضح لهم إياه أكثر بعد يعني. دكتورة بس هو يا سؤال قصدين منهم بالضبط؟ السؤال الخامس عيني. السؤال الخامس تمام دكتورة. يلا والله دكتور يعني هذا السؤال مو كلش مفتهمه يعني ما راح اقدر اشرحه بكفاءه للطلاب. زين طلاب من مفتهمه يعني اريد يعني تكون في يعني فهم قوي حتى يعني يجاوبهم اياه. يعني هو يا ريت لو الدكتور صراحه دكتور يعني دكتور لان هو ما مفهوم يعني شرحنا حسب المحاضره دكتوره هذا اللي موجود بالمحاضره يعني احنا عباس فهمنا اياه حسب المحاضره. تمام احنا ما طلعنا السؤال اللي بعد. تمام عاشت ايديكم. دكتور يعني نقدر ان نقول يعني هو بروتين راح يرتبط بالكالسيوم يعني حتى يعني بروتين يعني ميديتر سيلولار ميتابوليك بروسيس راح يتحكم عن عمليات التمثيل الغذائي فيعني هو راح يتحكم بالكونستراكشن اوف المسل فايبر من خلال يعني هو اللي راح يسوي التنظيم ريجوليشن شو اسمه التركيز مال الايونات كونستراكشن اوف الكالسيوم فراح يسوي ريجوليشن للاكتيفيتي اوف كالسيوم ديبند انزيم راح تعتمد يعني على الانزيمات. تمام طلاب عيني يلا حولونا للسؤال اللي بعده. الدكتور هذا السؤال السادس ما حلينا ما عرفنا. اي دكتور احنا انتظرناكم يعني لان هو دايجرام بيرسم ما اعرف شنو فما دكتور بس انا اعتقد الرسومات ما مطلوبه منه. هو يعني الدكتور زاهد قال لكم ما مطلوب من عندكم لو مطلوب. والله دكتوره بالسمول جروب الاخير يعني يمكن اكو رسمه ورسمين قال اريدهن فما نعرف الدكتور امجد اكو رسومات ما يريد الدكتور زاهد يريد فم...
احنا ما ندري الا نتاكد يعني كل رسم لازم نتاكد عليه. هنا عندك طلع بعيني شوفه بال الموسكرينيك ريسبتر عندك هنا عندنا مجموعه مواد راح تعتمد لنا على اليمن تعتمد على الجي بروتين بالموسكرينيك ريسبتر، لان الجي بروتين هي يعني هي اللي راح تكون لنا الفوسفوليبيد ريليشن الفوسفور ريليشن والفوسفوليبيد. يعني عندك شو اسمه بالموسكرينيك عندك هنا مجموعه مواد على من راح تعتمد على الجي بروتين، تمام؟ هاي الجي بروتين راح تكون لنا الفوسفوريليشن والفوسفوليبيد. وكذلك راح تعتمد لنا على السيتوبلازميك وتعتمد لنا على الريتيكولم، تمام؟ هي هاي الجي بروتين تعتمد على ذن المواد الموجوده بها اللي هي الفوسفوليبيد اند الفوسفوريليشن والسيتوبلازم والريتيكولم الموجوده بها. اي راح تكون هنا الموسكرينك راح تكون سلو مقارنه بالنيكوتين. هسه عندك النيكوتين وين موجوده؟ طلاب دكتوره بالبريغون جونيونيك يعني مات الاوتونوميك نيرفس سيستم موجوده. النيكوتين موجوده بالسيل ممبرين. اي نعم دكتوره. والموسكرينيك موجوده بالسيتوبلازميك ريتيكولم. يعني الدكتوره تقصدين انه هاي تعتبر برايمري ماسنجر وديك يعني سكندري ماسنجر، هيك تعتمد يعني تصير هاي اسرع يعني بسرعه راح تسوي عمليه الاستجابه. ما اعرف والله دكتوره بنين اذا عندك اجابه عن هذا السؤال. اي دكتوره هو صحيح يعني ال 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 يعني النيكوتينيك انه يكون هو يعني برايمري ماسنجر والمسكارينيك يعني تكون سكندري ماسنجر. اوكي دكتوره بنين عين اذا عندك فد اجابه يعني عن هذا السؤال. لا دكتور زاهد هيك يعني وضح لنا اياه، قال انه هي عباره عن هي مواد راح تعتمد على الجي بروتين، لان الجي بروتين راح يحتوي يعني يحتوي على الفوسفوليبيد الفوسفوريليشن كذلك الريتيكولام. نعم دكتور احنا ماخذين النيكوتينيك ريسبتر هو يعني يعتبر شانل، يعني ما راح يعتمد على السكند ماسنجر، يعتمد على البرايمري ماسنجر، من الليجاند راح يرتبط به فراسا الريسبونس راح تصير، بس الماسكورانيك ريسبتر لا هذا راح يعتمد على الجي بروتين وراح يحفز لي سكند ماسنجر يلا تصير الاستجابه. تمام تفضل دكتوره بنين عيني. هي دكتوره هو مثل ما قالوا انه ما يحتاج يعني واسطه، هو بسرعه راح يعني يصير الاكشن، بينما بالهذا لا يحتاج انه يكون عنده يعني يعني انتقال عن طريق شيء ثاني يلا يلا يصير الاكشن هنا فذاك يصير ابطا. تمام طلاب عيني، واذا تحتاجون بعد توضيح اكثر ورا ما نكمل هسه هاي محاضرتنا نشوف بلكت يعني دكتور زاهد دكتور امجد ينضم لنا ويسالوه عن هذا السؤال. تمام عيني؟ تمام تمام دكتور. يلا عيني حولوا لنا للسؤال اللي بعده. السؤال السابع لا انت مشارك اجاوب دكتوره. ما مشاركه شيرين عيني؟ لا دكتورة بس قبل يعني شاركت بالنقاش بين الطلاب. اي يلا بعد يلا شاركي. تمام بس خل شوية سؤال على راحتك. هو سؤال سابع مو؟ اي هنا يقولي how is the release how is the release of sarcoplasmic reticulum store of calcium coupled to membrane depolarization in skeletal muscle. هنا عندنا بالسكل
بتاع المصل لما يصير عندي يعني ديبولاريزيتي، فهنا عندنا اكو فد ستورز يعني فد مخازن للكالسيوم اسمها راندم يعني ستور. هاي راندم ستور راح يعني تحفز الساركوريتيكولوم انه تبدا تطلع كالسيوم، لان انا احتاج الكالسيوم حتى يصير حتى يتجمع بالخليه ويصير عندي يعني كونتراكشن، ويعني هو يكمل الديبولاريزيتي. تمام احسنت. طلاب بعد احد عنده يعني في التوضيح اكثر يعني على السؤال؟ واضحه دكتوره؟ واضحه. يلا هنا من يصير عندنا الديبولاريزيشن، هنا راح الفولتج جديد كالسيوم شنو راح تنفتح، من راح تنفتح راح يدخل الكالسيوم، الكالسيوم راح يروح للساكروبلازميك ستور يرتبط عندنا ريسبتر اسمه راينودين ريسبتر راح يرتبط به، ومن يدخل راح يحفز الكالسيوم الموجود بالستور يعني شلون ينطلق يعني ينفرز من الستور، واذا انفرز راح يسوي لنا الكونتراكشن يعني الكالسيوم اللي نحتاج تدخل ماده قليله من الكالسيوم حتى تحفز لي ماده اكثر تنفرز من الستور وراح يصير عندنا الكونتراكشن. بالريلاكسيشن لا راح يسحب هاي الكميه اللي طلعها كلها راح يرجع يسحبها وراح يصير عندنا الريلاكسيشن. تمام طلاب هاي هي يعني نحول على السؤال اللي بعده. لو بعد احد عنده توضيح طلاب دكتور هاي الشرح واضح. يلا عيني حولونا للسؤال اللي بعده. دكتور السؤال اللي بعده يعني يمكن شوية الطلاب عندهم في التلابس بي أو يعني ما مفتهمين بي 100% فيعني أقدر أساعدهم أشرح لهم إياه يعني كون يعني فاهمة. يلا يعني رغم أني شاركت بس يعني لأني شوية بالبداية. لا لا ما يخالف بسيطة هو إيه؟ أنت اشرح لهم إياه وبعدين أنا راح أخلي واحد من الطلاب بيوضح لنا شرحك على مود يعني نعتبرك مشاركة من الطلاب همينة. يلا عيني اشرح لهم. طلاب هنا نشيريد يعني السؤال بملخصة أنا حشرحها بأسلوب بسيط يعني على مود تفهموا إنه أنا عندي channel اسمها الصوديوم كالسيوم إكستشينج. هاي الصوديوم كالسيوم إكستشينج أريد يفتهم شغلها خلال السيل من تكون بولاريزد ومن يصير ديبولاريزيشن للسيل. تمام لولا هاي channel شنو أنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم انه الاكتيفيتي مالتها نسميها احنا اكشن عفوا الممبرين بوتنشال اكتيفيتي ديبندد يعني الاكتيفيتي مالت هاي التشانل هي تعتمد عليمن على الممبرين بوتنشال. يعني شلون؟ يعني اني من احتاج ادخل كالسيوم للخليه هي حتدخل لي كالسيوم للخليه، من اني احتاج اطلع كالسيوم من الخليه هي اللي حتطلع لي كالسيوم من الخليه. فهسه احنا نجي نناقشها بالرستنج سيل. الرستنج سيل هي ايش تحتاج؟ تحتاج انه الكالسيوم يكون خارج الخليه. ليش؟ لان انا ما اريد كالسيوم داخل الخليه من السيل تكون بحاله رستنج. ليش همينات؟ لان الكالسيوم هايلي بوزيتيف تشارج يعني هو ات هاف تو بوزيتيف تشارج، فايش حيسوي لي للسيل؟ حيسوي لي السيل بوزيتيف، بينما هي السيل بالرستنج يعني بوزيشن تكون هي نيجاتيف. فش احتاج؟ احتاج اطلع اني، فش حسوي لي بالرستنج سيل؟ هاي حتشتغل الشغل الاتي، حتدخل لي ثلاث مولكيولز من الصوديوم وتطلع لي جزيئه كالسيوم. هاي بحاله الرستنج سيل. ليش؟ لان اني احتاج اطلعها واطلع الكالسيوم من السيل. بس انا من اريد اسوي لها للسيل ديبولاريزيشن يعني فور يعني اكزامبل دوينج انه الاكشن بوتنشال انا هحتاج انه اسوي اصلا السيل بوزيتيف عمود يصير لي ديبولاريزيشن. فش احتاج؟ احتاج ادخل الكالسيوم. فهنا الخليه ايش يعني هاي عفوا الشانل ايش حيشتغل؟ حيقوم يدخل لي الكالسيوم، يدخل لي يعني مولكيولز واحده من الكالسيوم للخليه ويطلع لي شنو ثلاث مولكيولزات من الصوديوم. يعني ايش سوت؟ عكس الشغل هذا. ف
فاحنا شو نقول؟ نقول يعني باختصار شديد انه its activity membrane potential dependent، يعني بين قوسين هذا كل ما الموجود، يعني فكره بالسؤال. ما ادري اذا وضحت لكم بعد. لا واضح شرحك زين. دكتورة هدير. نعم زيد، آسفة دم صد الصوت، آسفة عيني. شكرا جزيلا لك عيني زيد، عاشت ايدك. بعد اريد من الطلاب، اريد صفا صلاح، شفتها صفا جواد، اريد تعيده. لا عباس انت مشارك، وعباس حمزه مشارك، زينب مشاركه، زينب سلام، ساره غانم، يلا عيني. نعم دكتوره. طالب مشارك قلتي لو ما مشاركوا وياهم يا الطلاب؟ لا ما مشارك. يلا عيدي لنا. بحال بالصوديوم والكالسيوم اكستشينج، حالة الريد سيل، حالة البولاريزد سيل، يكون هاي كونستراكشن اوف كالسيوم بالانسايد اوف سيل، واللو كونستراكشن اوف صوديوم اوتسايد ذا سيل. فمن خلال الشانل راح يصير انه تطلع الكالسيوم الاوت اوف اوتسايد اوف ذا سيل، وتدخل الصوديوم 3 مولكيول اوف صوديوم تو سايد اوف ذا سيل، على مود تصير الخليه بولاريزد. بالديبولاريزد سيل يكون بالداخل بالانسايد اوف ذا سيل يكون هاي كونستراكشن اوف صوديوم، بالاوتسايد اوف ذا سيل يكون لو كونستراكشن اوف صوديوم اوف كالسيوم. فراح تطلع 3 مولكيول اوف صوديوم اوتسايد ذا سيل وانتر مولكيول اوف كالسيوم انسايد ذا سيل تو ميك ديبولاريزد سيل. هذا انا اللي فهمته من السؤال. طلاب عيني نحول للسؤال اللي بعده، والسؤال الأخير طبعا. لا انت يمكن مشارك دكتور، مشارك بس مفتهمة يعني انا بدي اشرح لهم بعدين اوضح لهم اياه، بس الطالب ما مشارك. سعاد فارس. نعم نعم دكتور، يلا بعدين انت توضح لهم اياه. سيف. تمام تمام دكتور. اقرا السؤال يلا جواب. يلا describe the change in calcium in in cardiac ventricular cell during the cardiac cycle. How do voltage sensitive calcium channel calcium into calcium release in sarcoplasmic reticulum, sodium calcium exchange and plasma membrane and sarcoplasmic reticulum calcium ATPase contribute to this change? نعم. الفولتج سنسيتيف كالسيوم شانل بحالة السيستول اوبن تنفتح، وبحالة الدايستول كلوزد. الكالسيوم اندكت كالسيوم اندكت كالسيوم ريليز بحالة السيستول هاي اكتيفيتي نشاطها عالي، وبحالة الدايستول لو اكتيفيتي. الصوديوم كالسيوم اكسشينج بحالة السيستول الكالسيوم جزيئة واحدة تدخل، والصوديوم ثلاث جزيئات أوت تطلع، وبالدايستول جزيئة واحدة كالسيوم أوت وثلاث جزيئات صوديوم إن. البلازما ممبرين and sarcoplasmic reticulum calcium ATPase بحالة السيستول low activity، وبحالة الدايستول high activity. تمام احسنتي، شكرا عيني. يلا بعد سيف وضح لهم اياها. دكتوره هنا هو شغل السؤال التاسع، شي يريد ديسكرايب ذا تشينج ان كالسيوم ان كاردياك فنتريكل سير درونج ذا كاردياك سايكل. هنا ايش يحكينا؟ يريد التغيرات اللي تصير بالكالسيوم بوين كاردياك سيل، ويعني هو طبعا يعني ريليتد تو ذا اكشن بوتنشال. تمام، فاحنا هنا اول شيء خلينا نسولف على الاكشن بوتنشال بالكاردياك سيل. تمام،
اول شيء هنا راح يجينا اكشن بوتنشال من الثاني واتريال نود من البكلنج يعني سيستم. فش راح اول شيء شاح يكتب لنا راح يصير اكتيفيشن بالان اي كانلز الشانل راح تدخل عندنا راح يدخل عندنا ان اي للانتراسيلولار راح يصير عندنا توصل للثريشولد راح يصير عندنا ديبولاريزيشن راح بالماكسيمم يعني بعد الان اي ما يقدر يدخل يعني الان اي ما يقدر يدخل الانتراسيلولار لان صار هاي كونسنتريشن بالانتراسيلولار راح اشرح هنا راح الان اي كانلز الشانلز راح تنسد. فهنا ايش راح يصير ايش راح يكتب يتاكدف عندنا راح يتاكدف لان احنا هنا كاردياك مسل راح تاكدف عندنا اللي هي كالسي السلو كالسيوم شانل اوبن اللي هي فولتج سنسيتيف كالسيوم شانل الفي او سي سي تمام. هنا من اكتيفيت عندنا هاي الشانل راح تدخل لنا كميه كلش قليله من الكالسيوم للانتراسيلولار طبعا هاي الكميه كلش قليله ما راح يعني ما راح تساعدنا راح تسوي لنا فينتريكل كونتراكشن. احنا ايش عندنا another source of calcium intracellular اللي هن البروسيس المسؤول على هاي اللي هو كانيوم ديوس كالسيوم ريليس اللي هو من الساكرو اندوبلازميك ريتيكولم ومن الميتوكوندريا تمام. هنا من دخل عندنا هذا الكالسيوم القليل راح يسوي لنا اكتيفيشن لذن الاثنين البروسيس راح يصير عندنا راح يصير عندنا ريليس من الانتراسيلولار يعني من الانتراسيلولار كالسيوم فراح يزيد عندنا نسبه الكالسيوم بداخل الخليه. هنا راح يصير ايش عندنا هنا راح يصير عندنا الكونتراكشن تمام. ولا ما صار عندنا الكونتراكشن احنا بعد ما نريد الكالسيوم داخل الخليه فراح تشتغل كله اوبوزيت يعني هنا راح تشتغل عندنا الان اي كالسيوم الان اي كالسيوم اكسشينج ريفرسبل يعني راح تقوم تدخل صوديوم وتطلع الكالسيوم البلازما ممبرين بريمابيلتي راح تشتغل على مود تطلع لنا نسبه قليله من الكالسيوم. راح عندنا تشتغل بعد عندنا اثنين بروسيس اللي هو يعني شلون نقول ستور كالسيوم من ميتوكوندريا والسايكرو بلازمك ريتيكولم. بس هنا دكتوره هنا شنو هسه هذا الاكشن بوتنشال كامل ان وان يعني ان وان سايكل كاردياك. اكو احد عنده سؤال علي لان اكو بعد شغله اذا ضيفها. نعم عيني تمام دكتور هنا بالاي سي جي اللي احنا عندنا البيو البي كيو ار اس تي والكومبلكس مال اي سي جي كامل احنا ندري بالديبولاريزيشن بالسكليتال مازلز يصير كونتراكشن من يصير عندنا ديبولاريزيشن يصير كونتراكشن تمام لو لا تمام بالاي سي جي طبعا هسه لا نشوف البي كيو ار اس يعني تي سيجمنت وكلهن يعني ذن الاليفيشن والديبريشن مثلا هنا بالبي احنا البي البي اليفيشن بدايه الكاردياك ماسلز عفوا بدايه الكاردياك سايكل اللي هو الفنتريكل سيستول والاتريال دايستول تمام. شنو ايش عندنا هنا عندنا راح يصير عندنا ديبولاريزيشن بيمن بالاتريال وول هنا نشوفه احنا بالاي سي جي نشوفه اتريال بس السيستول راح يتبعه يعني يصير عندنا بالبي كيو سيجمنت. فهمتوني لو لا طلاب قاعد تفهمونه يعني الحكي خل احكي على الفنتريكل. احنا مثلا من نشوف بالكيو ار اس انه صار عندنا اليفيشن وديبريشن هنا الكيو ار اس هذا الاليفيشن هو شنو يعني معناه عندنا اذا يصير عندنا زياده بالكالسيوم زياده بالكالسيوم صعدت ونزلت هنا المفروض احنا شو نقول هنا صارت عندنا زياده المفروض نقول الكيو ار اس اللي هو هنا صار كونتراكشن اوف فنتريكل. اذا نريد نقيس بالنسبه يعني نقارن بين الكاردياك والسكليتال ماسلز بينما هي بالحقيقه هنا بالكاردياك لا من انه الشغله تتابعيه الكيو ار اس من صار بيها اليفيشن كالسيوم دغل الكونتراكشن راح يصير بالاس تي سيجمنت. ما اعرف اذا افتهمه او لا طلاب المهم احنا اي سي جي هم راح يجينا بعد هواي وراح نفتهمها اكثر اذا ان شاء الله تمام واضحه تمام 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 عين طلاب عين هسه بعد كملتوا اسئلتكم احد عدى اضافه على سؤال في شيء دكتوره بنين عين اذا عندك اضافه على سؤال تبدي توضحين بعد سؤال لا دكتوره ما عندي شيء وياهم دكتوره عين تحتاجون نضيف دكتورة أمجد ويانا؟ إيه دكتورة أنا عندي أسئلة يعني سؤال بخصوص يعني مال امتحان مال اليوم خارج الكمال. والله دكتورة على ولا صحنا دكتورة أمجد يعني عندنا سؤال الرسم والطلاب هم يسألوا عن امتحان أو هيك شيء. بس بالنسبة للأجوبة مال الامتحان أكو سمول جروب لاخ دكتورة قالت لهم حتنزل الأجوبة.
يعني مال اليوم الامتحان مال اليوم راح ننزل اي اي مال اليوم مال الكويز اي هاي الجروب خمسه يمكن اي خمسه قالت لهم حتنزل الاجوبه زين الاجوبه من عليهم دكتوره والله صراحه ما ادري بس هو دكتوره يعني هي قالت انه على اساس هي مسوي اسئله الكويز اليوم حسب ما قالوا فقالت انه هي حتنزل الاجوبه تمام بس احنا دكتوره هم نحتاج على مود تشوف لنا هاي الرسومات يعني مطلوبه لو لا اي بقت هي سالفه الرسومات نتاكد اي دكتورة من عنده شي سؤال؟ دكتورة احنا اكو مجموعة ما قمنا خلصت الاسئلة وما قمنا ارتقوم اكثر من مرة ويعني العدد ما كف شلون يعني احنا شنو نعتبر محاضرين لو شنو لا هو انت حضوركم راح بس دقيقة خلص تجي دكتورة هدير خلي يشوفون دكتور أمجد هو حضوركم يعني كافي لأنه يعني شبيديكم طلاب عين يعني طينا خبر الدكتور أمجد بعد ننتظر يعني ينضاف لنا للجروب يعني دكتورة أنا ما شاركت أعتبر عادي حاضرة بالنسبة للحضور يعني عادي وكلكم موجودين عندنا هاي هي يعني سجل دكتورة سالفة التقييم مو على أساس نعم تقييم اكو سجلتها يمها دكتورة بنين سجلت تقييم الطلاب ككل اللي مشاركوا الطلاب ما شاركوا اي دكتور انا ردت اقوم اكثر من مره هو ما يعني تختاراتي غير طلاب هسه شلون ما اعرف والله الدكتورة بنين يعني دكتورة هدير هاي الحاله دكتوره بس احنا بغير اسمهم انه فعلا موجودين كليتهم يعني اللي راح نضيع اسمهم اللي ما يقول نعم نعتبره لا موجود وما نعطيه تقييم واللي يقول نعم يعني شو نسوي احنا راح نعطيه تقييم تمام هيك يعني ثاني دكتورة سجلين حضور نعم طبعا سجلكم حضور بس راح اضيع اسمائكم دقيقه واحده تمام اوكي اللي مو أوكي. بس قولوا لي نعم زيد بهاء نعم دكتورة موجود زيد سلام زيد سلام زيد عماد نعم دكتورة زيد ماجد نعم دكتورة موجود زينب العفو عن دكتورة بنين يعني راح تضيفي لهم تقييم على أساس الحضور نعم دكتورة لأنه ما لحقوا وما قدروا يشاركون صحيح مهم أعدادهم هواية والأسئلة يعني قليلة أي دكتورة زينب أحمد نعم دكتورة موجودة زينب أسعد نعم دكتورة زينب حميد نعم دكتورة موجودة زينب رحيم نعم دكتورة زينب رياض زينب سلام نعم دكتورة زينب صفاء نعم دكتورة زينب عباس زينب محمد نعم دكتورة سارة عادل نعم دكتورة موجودة سارة غانم نعم دكتورة سراج خالد نعم دكتورة سعاد فارس نعم دكتورة موجودة سيف علي نعم دكتورة نعم موجود شهد ديار نعم دكتورة نعم دكتورة شيرين سالم نعم دكتورة صفاء جواد نعم دكتورة موجودة صفاء صلاح نعم دكتورة طيبة محمود نعم دكتورة عباس حمزة نعم دكتورة عباس رضا عباس فاضل نعم دكتورة عباس ماجد نعم دكتورة موجود عباس منصور نعم دكتورة علي طلال نعم دكتورة موجود دكتورة الموجودة بس المايك ما فتح قبل شوية منو زينب رياض اوكي زينب رياض
بس زيد سلام وعباس رضا ما ردوا علي، البقية كلهم ردوا علي. تمام، ها هي طلاب، أنا ما عندي شيء وياكم. دكتورة نعم. سؤال دكتورة، مو خصوص اسمه، خصوص اليوم الامتحان. اي دكتورة، أنا شنو يعني الكهرباء صارت وقت يعني طفت قبل الامتحان بدقيقة. الامتحان دكتور عن جد أنا ما عندي معلومة. دكتور وين؟ هسه هسه انطوا خبر وهسه انتظروا بالكي. طلاب عن دكتور عن جد هسه يعني راح ينضاف لنا للجروب على مود يعني تحجون أسئلتكم. تمام تمام دكتور. اللي ما عنده شيء ويا الدكتور عادي غادر الميت. بصراحة أنا ما أريد أطلع، ما أريد أسمع أجوبة الامتحان، بس خاف ما يصير. نعم يلا، اللي ما عنده شيء الدكتور ياخذ راحته، ولو خاف يجي الدكتور يعني شخاف يعني لازم يشوفكم كلكم موجودين. بس دقيقة خلنا أتأكد لكم أنا من عنده، بعد راح أدخله الجروب وأشوفه، بس انتظرون 5 دقائق. تمام دكتورة. يلا عيني. والله الأفضل لأجوبة الامتحان ما يحلها. والله حتى أني ما أحب الأجوبة تنحل. دكتورة قبل لا يحلها خلي قلنا حتى نطلع. أحسن إيه. بس مو أحسن أقول الأجوبة يعني مثل الأولى. حتى لو الجواب ما تصب على نفس الصفحة.